انا جيت لعريش للدفن للمراسم ديال الدفن ديال مشي غوتو سولو اللي هو كان واحد من العائله، وبصفت مراتي هي اللي كانت معاه مع عائلته، لانه مراتي هي القنصل الشرفي ديال اسبانيا في مراكش. وبطبيعه الحال كان واحد ماشي من العائله مغربي مراكشي، وبالاخص المغرب او العالم كيفقد واحد من اكبر الكتاب العالميين في اللغه الاسبانيك، ماشي اسبانيا، الاسبانيك عامه، وواحد من الكتاب الكبار، وكان قلبه كبير ودار الباتريمون ديال الجامعه الفنان اللي هو خلى شي حاجه، وزيد اول اسباني كيعترف بالصحراء المغربيه، هذه حتى واحد ما كيعرفها بزاف. Le roi Philippe II qui était prêt à troquer toute l'Amérique latine pour l'arrache. L'arrache était un symbole. Le marhoum Juan Goti Solo كان ضميرا عالميا. ضميرا على شاكلة الكتاب والمفكرين الكبار. أمثال جان جونيه وجان بول سارت وفرانس فانون وألبير ميمي. ناصر القضايا العادلة. ودافع عنها بقلمه وبانخراطه. أحب المغرب وأحب ساكنة المغرب، وقرر أن يعيش في مراكش، وأحب هذه المدينة التي دافع عنها وعن ذاكرتها، وله يرجع الفضل في إضفاء يعني الطابع التراث العالمي لساحة جامع الفناء. اختار أن يرقد هنا في العرائش، وللعرائش رمزية. ما يسعني إلا أن أترحم على ذكراه بالسكون الأبدي والراحة الأبدية. Notre ami Juan Goiti Solo est décédé. Et bien sûr, ça fait de la peine, mais en même temps, on est très touché de voir que ses amis sont là. Il avait beaucoup d'amis, il aimait beaucoup le Maroc, il a beaucoup fait pour la culture marocaine, qu'il a fait rayonner en Espagne et partout dans le monde. C'était un grand écrivain, un grand penseur, et il va nous manquer, mais il nous a laissé ses écrits. Allah yirhamo. خوان غويتو سولو بالإضافة لكونه كاتب كبير وأديب كبير، فهو إنسان متواضع كريم، يحب الخير للناس البسطاء والناس الشعبيين. ارتبط الاسم ديالو بمقهى شعبي في مدينة مراكش اللي هو مقهى مطيش، اللي خد واحد البعد عالمي من خلال الحضور ديال خوان غويتو سولو بهذا المقهى. كان تيجلس فيه مع الناس الشعبيين الحرفيين والناس البسطاء، كان تيرتاح مع هذه الفئه هذه. خوان غويتو سولو اجمل مكتب على ساحه جامع الفناء، وهو واحد الفقره في روايه مقبره قراءه سينيه في ساحه جامع الفناء، وهذه تعتبر يعني من القمم ديال الكتابات على هذه الساحه. والله يرحمه دار واحد السلسله تلفزيونيه حول العالم الاسلامي، اللي دار فيها واحد المجموعه ديال الروبورتاجات على الاولياء والصالحين وبعض العادات في العالم الاسلامي، وركز كثير على المغرب وعلى النواحي ديال مدينه مراكش.